ذكية من كامالا هاريس بأن تتجنب يعني استقبال نتنياهو في الكونغرس. هي سوف تلتقيه لاحقا، نعم، لكن تجنب أن ترأس هذه الجلسة وتظهر في الصورة خلف نتنياهو، وطبعا هي تدرك كل التغير في الرأي العام الغربي بشكل عام وليس في الولايات المتحدة تحديدا، وتدرك أيضا القاعدة الناخبة من المهاجرين للحزب الديمقراطي وميول هذه القاعدة، وتدرك ما تغير في الجامعات الأمريكية وفي المجتمع الأمريكي حيال نتنياهو، وتدرك أيضا بأن يعني نوابا وشيوخا وقيادات رئيسة داخل الحزبين حتى داخل الحزب الجمهوري هم يأخذون على نتنياهو أنه ذهب إلى حد لا يمكن تحمله في إطار هذه الحرب الشرسة على الفلسطينيين، وبالتالي هو عبء على كل من يظهر في هذه الصورة. الجمهوريون ينظرون إلى المسألة من جانب آخر، ينظرون إلى الأغلبية البيضاء واتجاهاتها الناخبة، ينظرون إلى المصالح الاستراتيجية التي يمكن أن يشبكونها مع نتنياهو في هذه الفترة، والتعبير لجماعات الضغط اليهودية وغير ذلك بأنهم أكثر من يدعم إسرائيل في هذا السياق. ليست كامالا هاريس وحدها هي التي تجنبت ذلك، أيضا تشاك شومر وشخصيات أخرى كان يمكن أن ينوبوا عن كامالا هاريس في الجلوس على هذا المقعد، أيضا هم تجنبوا، ووصل الأمر إلى يعني إلى نائب يمكن أن يكون أكثر الديمقراطيين هو يعني مساندة للإسرائيليين وصاحب موقف متطرف، وبالتالي هذا الموقف أفقد نتنياهو جزءا من الصورة التي كان يريدها في الكونغرس، مع غياب نحو 100 مشرع أمريكي عن هذه الجلسة احتجاجا على دعوة نتنياهو. نعم. وهذه الدعوة أيضا بحد ذاتها أتت في ظل انقسام جمهوري وديمقراطي حول الدعوة نفسها، وبالتالي هي كما أشرت ليست دعوة رسمية من الولايات المتحدة، هي تأتي في سياق الصراع بين الحزبين، والديمقراطيون يعرفون بأن استقدام أو جلب نتنياهو إلى الكونغرس هو يهدف إلى إحراجهم ويهدف إلى استخدامه كورقة في الانتخابات الأمريكية. نجحت كاملا هاريس نائبة الرئيس بايدن والتي رشحها لأن تكون هي المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية في جمع أكبر عدد من أصوات المندوبين الديمقراطيين، يقال أنه حتى الساعات الأخيرة استطاعت أن تجمع 4000. نعم. طيب هذا أمر يضمن وصول إلى نجاحها في هذه الانتخابات؟ يعني هل يمكن أن نرى كامالا هاريس تكسر القاعدة وتكون أول سيدة تتبوأ منصب رئيس في الولايات المتحدة الأمريكية؟ الحزب الديمقراطي يحتاج إلى يعني دفعة معنوية كبيرة جدا تعوض ما خسره مع جو بايدن في الأشهر الأخيرة، خصوصا في الأسابيع الأخيرة مع ظهوره بهذا المظهر الضعيف، وأكثر تحديدا في المناظرة الرئاسية الأولى ظهر الحزب ومرشحي بايدن بصورة ضعيفة جدا، وهم يريدون يعني حتى يتجنبوا أو يتجاوزوا ذلك إلى صدمة معنوية عند الجماهير الناخبة، عند الديمقراطيين تحديدا، عند قاعدتهم الناخبة وممثلي هذه القاعدة، وبالتالي تقديم مرشحة أنثى سيدة إلى هذا الموقع يمكن أن يشكل هذه الصدمة. يمكن من جانب آخر يعني يفسر ذلك قدرتها على جمع أيضا 81 مليون دولار في 24 ساعة فقط لحملتها الانتخابية، وهذا كان سؤالا مطروحا، هل تتمكن كامالا هاريس من يعني وراثة صندوق بايدن هاريس المالي الذي تم فيه جمع التبرعات وبالتالي تحقق هذا الجانب من الأمان لخوض المعركة، لكن كل ذلك في ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا هناك جماعات المصالح التي ترعى مرشحي الحزب الديمقراطي وعائلة أوباما المهمة جدا في أجواء وبيئة الحزب الديمقراطي، نريد أن نرى يعني تفضيلهم لهذه المرشحة حتى نحسم في هذا الاتجاه، ويبدو أن الأمور سائرة بهذا الاتجاه. لكن كما أشرت هناك 3 أشهر مقبلة متوترة جدا قابلة لحدوث مفاجآت كبيرة، وربما يتم تغيير المرشحة الديمقراطية في الأسابيع. بتحليل لحضرتك على منصة أكس تقول أنه ميشيل أوباما هي الأكثر قدرة على أن تصل إلى البيت الأبيض بحال كانت مرشحة للحزب الديمقراطي. استطلاعات الرأي السابقة للمناظرة الأولى يعني قبل أن يتنحى بايدن كانت تشير إلى أن الشخصية الوحيدة ضمن الحزب الديمقراطي القادرة على مواجهة ترامب والفوز عليه هي ميشيل أوباما، لكن ميشيل أوباما لا تريد الترشح ولم تعبر عن نية في هذا الأمر، ولا حتى باراك أوباما ولا أي من يعني القيادات البارزة
في الحزب الديمقراطي، بمعنى أنهم ذهبوا إلى ترشيح ميشيل أوباما أو الدفع بهذا الاتجاه. لكن عائلة أوباما هي مركز قوة رئيس في الولايات المتحدة وتحديدا داخل الحزب الديمقراطي. الآن تتغير نوعا ما استطلاعات الرأي ونتائجها، وتبدو يعني كامالا هاريس بأنها في يعني استطلاع رأي نشرته فوربس بالأمس تشير إلى حيازتها ل 47% من الأصوات في مقابل 53 لترامب. أيضا رويترز تتحدث عن تقدمها على ترامب بنقطتين الآن. نعم. وبالتالي بدأت تتغير يعني استطلاعات الرأي، وهذه الاستطلاعات لا يمكن أخذها بشكل يعني محايد أو الثقة بها بشكل مطلق. هي جزء من بيئة الانتخابات الأمريكية التي تشتد فيها المنافسة، وبالتالي هي مجرد مؤشر على هذا الأمر.